مين السبب في ان اللغة العربية ما خدتش حقها او تم اهمالها؟ تمام. او في اجيال طلعت مش مهتمة ان هي تذاكر كويس عربي، وكان منهم بعترف ده. ما كنتش بحب حصة العربي ده حقيقي، وما بلومكش طبيعي. وكنت معيني كنت مدرسة خاصة، بس كنت بفضل حصة الانجليزي ده حقيقي، حصة الفرنساوي. ويمكن لان كنت ببقى معجب بالطريقة اللي مدرسة الانجليزي بتدرس لي بيها، الطريقة والمخترات اللي بتجيبها لك اللي بتستمتع بيها بالظبط. ونفس القصة مع مدرسة الفرنساوي، كنت بقعد منبهر بيهم وقاعد فرحان قوي، ولا انا عايز مزيد، عايز اكتر. وتيجي عز حصة العربي، مع احترامي لكل مدرسين العربي طبعا طبعا، بس كنت ببقى مش مبسوط وخايف من العقاب، خايف من الاسئلة المفاجأة. وليه مدرسين العربي بيعاقبوا والمدرسين تانيين مش بيعاقبوا؟ انا اقول لحضرتك الحاجة، هي طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. كلامي صح؟ لا لا لا، انا تربيت في هذه المدرسة، يعني انا نفس التجربة اللي حضرتك مريت بيها انا مريت بيها بالظبط، ويمكن عيالي بيمروا بيها دلوقتي. الفكرة كلها ان رقم واحد، المدرس الذي ينقل المادة هو أساس كل شيء. هو لو كاره المادة، لو مش متمكن من المادة، لو بيأدي واجب، لو جاي علشان الحضور والانصراف، القصة انتهت خلاص. أيا كان المادة اللي بيقدمها، سواء عربي أو انجليزي أو فرنساوي، وقعت من حسابات. فللأسف طول الوقت المدرس غير مؤهل بشكل كافي لأنه يدرس المادة، مش مستوعبها. المادة اللي معاه جامدة. أنا مش عايز حد من المدرسين اللغة العربية يزعل. أنا كنت مدرس لغة عربية لمدة سنتين من عمري، بتكلم من قلب الحدث. محدش يزعل لو سمحتوا، بس اللي احنا بنقوله ده هو الواقع. تمام، احنا بنناقش حاجة موجودة، مش بنخترع حاجة، وكل الناس عارفها. فالمدرس للأسف مش عاطي المادة حقها، مش ملم بيها كويس، عنده التزامات وعنده مشاغل كتيرة جدا. المنهج اللي محطوط له مش مساعده على الإبداع ولا الابتكار، انها حاجات قديمة منفصلة عن حياة التلاميذ. احنا عندنا في مصر بنعاني من حاجة اسمها الازدواجية اللغوية، ان احنا عندنا لغة عامية في الشارع بنتكلم فيها ونقضي حوائجنا اليومية، ولغة تانية ممكن للإذاعة، للكتابات، للصحف، فده بيمثل اصلا مشكلة للطالب، انه بياخد حاجة في المدرسة ويطلع ما بيمارسهاش، ما بيلاقيهاش في الشارع، بينساها. كمان احنا ما خدناش لغة عربية، احنا حاجة خدنا حاجة اسمها وصف اللغة. بمعنى ايه؟ لما اقول لك ده فاعل وده مفعول وده مضاف اليه، انا بصف الفاظ في اللغة، لكن مش دي اللغة. اللغة اللي احنا بنعملها دلوقتي انا وحضرتك، ان احنا نتكلم ونتواصل بيها. هل الناس اللي درست لغة عربية، حتى اللي تخرجت في كليات اللغة العربية، تقدر لمدة 5 دقائق تقعد تتكلم باللغة العربية الفصحى دون اخطاء؟ مش موجود. فاحنا لا انا بقول لحضرتك عن تجربة، انا اديت ورش في كل حتة ورحت كل البلاد وكل الكليات وبتكلم بخبرة.